ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح للميا نتعرف معاها على آخر أحوال الطقس. اتفضلي يا لميا. مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة كمان مائية الصبح بدري على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وده هيكون على مناطق متفرقة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم مكملين في الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية، بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. السحب دي بتحمل جزء من أشعة الشمس فبتساعد على انخفاض درجات الحرارة، وكمان معاها فرص سقوط الأمطار، ويمكن الأمطار مستمرة منذ بداية الأسبوع بشكل متفرق من محافظة للتانية على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط. ده متوقع أنه يستمر معانا اليوم، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرا طبعا بمطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي بحيره كفر الشيخ الدقهليه، كمان سواحلنا الشماليه الشرقيه دمياط بورسعيد رفح العريش. المناطق دي كلها معرضه لسقوط الامطار المتوسط الشده وعلى فترات متقطعه من اليوم، يمكن كمان منطقه دون الاخرى. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 28 الى 29 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي احساسي بالطقس خلال فتره النهار طقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد، طقس نقدر نقول معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فتره النهار تحديدا، وتحديدا كمان مع فترات الظهيره اللي هي بيكون فيها شده لاشعاع الشمس، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره، يكون ملموس اكثر في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. البروده بدانا نحس بها بشكل كبير مع بدايه فصل الخريف في اوقات الفجر واوقات الصباح الباكر، اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الشماليه والمحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، بالاضافه كمان طبعا الشبوره المائيه ظاهره جويه بتاثر بشكل كبير فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، ويمكن بدات الرؤيه الافقيه تنخفض بشكل كبير على الطرق مع بدايات فصل الخريف ايضا، وبدات يمكن احيانا بتنخفض ل 2000 و1000 متر في بعض المناطق من الجمهوريه، لكن هي ايضا بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا تدريجي الشبوره المائيه بتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لنشاط الرياح اللي موجود اليوم، هيكون موجود في بعض المناطق المحدوده من جنوب سيناء، هو غير مؤثر باي اتربه ولا رمال مطره، يمكن كمان مش مؤثر تماما على اي يعني اعمال انشطه يوميه، بالاضافه كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله تماما، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. الاجواء الخريفيه دي مكمله معانا يمكن حتى نهايه الاسبوع، مصر على الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. فرص الامطار هتفضل موجوده على المناطق الساحليه، لكن متوقع ان الكميات هتقل مع نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، لكن مهم جدا بس ننصح كل الساده المواطنين لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا في فترات الليل متاخر، لازم تكون الملابس خريفيه ولازم يكون معانا جاكيت خفيف نرتديه لو حسينا بانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان لازم تكون القياده بهدوء من فترات الصباح الباكر مع تكون الشبوره المائيه. هل في اي توصيات ممكن توصينا بيها او تنصحينا بيها وتنصحي المشاهدين، خصوصا ان احنا خلاص دخلنا في الشهر الثاني تقريبا من فصل الخريف اللي معروف عنه انه في تقلبات جويه حاده وسريعه طول الوقت؟
طبعا دايما فصل الخريف هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس من يوم للتاني. فنصيحه مهمه جدا ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، نعرف ايه الظواهر الجويه المختلفه، درجات الحراره، ونبدا نأقلم نفسنا مع اي ظواهر جويه. ولازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، لان فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد لو احنا ما خدناش بالنا من نوعيه. بشكرك فنان، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 29 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 29-22، اسكندرية 27-20، العلمين الجديدة 26-20، مطروح 25-19، دمياط 28-21، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 30-20. السويس العظمى فيها 31 والصغرى 20، العريش 29-20، كاترين 23-15، طابة 29-20، حلايب 30-25، شلاتين 33-23، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 32-22. الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 18، بني سويف 30-18، الوادي الجديد 32-18، أسيوط 30-17، سوهاج 31-19، قنا 32-20، الأقصر 33-19، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 20. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لمنا وأحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول لدكتورة منار غانم.